بيجي ناس تقول لك ايه، ده انتوا بتتكلموا كلام فلاحين. سوري سوري يا جماعه، والترند بتاع رمضان طلع لك ايه يا فلاحه والجو ده. لما بنيجي نقول فلاح، انا بثني عليك لما اقول لك يا فلاح. الله على العظمه، انت فلاح يعني واحد اصل جذر، ثبات في الارض، عادات تقاليد دين مبادئ قيم. اما بقول لك يا فلاح يعني يا راجل يا شهم، اما بقول لك يا نايتي يعني يا بتاع اي حاجه، انما يا فلاح يعني انا بقول لك يا اسد. لما بقول لك يا فلاحه بقول لك يا محترمه يا بنت الناس يا قويه. فاثنوا على بعض بالكلمه دي، لان دي كرم. لما اقول لك يا فلاح فانا كرمتك. مبدا العلاقات عموما في مجتمعنا بقى صعب، بقى معقد شويه، بقى كل واحد بيعمل اللي على مزاجه وما بيراعيش الناس. هتشوفني هتقولي انا مالي، ما يهمنيش حد. ليه؟ فين بابي ومامي اللي ربوك ان في عيب وحرام وصح وغلط؟ ايه الحقيقه بقى يا جماعه بمناسبه العلاقات والجدل اللي حاصل في الفتره دي؟ كمان النهارده معانا ضيف بقى عامل قلق فظيع، سوشيال ميديا بقى لنا فتره كبيره، وانا كنت قاعده وغيرانه جدا. يعني ليه ما بتكلمش في الموضوع ده؟ انا فاول ما نزلت قلت لازم اروح اشوف ايه موضوع زواج التجربه، والاسم بيخض يعني مش مفهوم شويه، بس ده اللي هنعرفه دلوقتي. معايا طبعا شرفني دكتور احمد مهران المحامي ومؤلف كتاب زواج التجربه. شرفني دكتور. مساء الخير يا مروه، ازاي؟ مساء النور. إيه، هتجوز عشان اجرب جوزي وبعدين اسيبه لو ما عجبنيش، ولا هو يتجوزني وبعدين يكون حاطط في دماغه ان هو هيجرب لو الزوجه ما عجبتوش هيخلع؟ ايه بقى؟ انت عارفه فكرتيني بالافيهات اللي اتعملت في الفتره اللي فاتت على الكتاب. واللي يقول لك يعني دلوقتي لما اروح اطلب ايد واحده هقول لابوها انا عايز اجرب بنتك. ايوه. واللي يقول لك ايه، طب لما تتطلع يبقى اسمها متطلقه ولا مجربه؟ ولا مجربه. ايوه. الموضوع بقى كبير جدا، والتسميات والتوصيف والكومنتات والكوميكس والضحك والهزار على اختيار الاسم وعنوانه خلى الموضوع بقى ترند، والناس كلها بتتكلم عنه، وبقى كتاب، وفي ناس عايزين يعملوه اغنيه. اغنيه المهرجانات. أيوة. كلموني ناس من الشباب اللي بيغنوا اغاني مهرجانات كده، وعايزين يعملوا الموضوع ده اغنيه. لكن الموضوع جاتك في صحراوي ولا غيره يرضيني، معايا في كل حته وفي بيتي مكفيني، موحوظ الميه كبير وطول اليوم متكيف، وحساس والله خطير في نفس الميه يوقف، من كهربته قليله من ضمانه حقيقي، قطع غياره كتير في كل الجمهوريه، ولا برضى عنه بديل ما هو على قد ايديا. تكييف إيجا صحراوي، موديلات متنوعة، أحجام مختلفة، مساحة تبريد واسعة، أقل 4 مرات في استهلاك الكهرباء من التكييف العادي، سهل التنقل من مكان لمكان، ضمان حقيقي وقطع غيار متوفرة. إيجا جربها بنفسك، من مجموعة إيجا جروب.